يبقى معنا من لندن مراسل الغد عمر شاكر. عمر، تابعنا التأثيرات الاقتصادية لهذا الفيروس على الداخل البريطاني، ولكن من جهة أخرى تتزايد أعداد الإصابة بهذا الفيروس داخل المملكة، وبحسب تصريحات بوريس جونسون، أتساءل هل اقتربت المملكة المتحدة من إعلان حالة الطوارئ؟ حتى هذه اللحظة سجلت بريطانيا ارتفاعا جديدا هذا اليوم نحو 35 حالة جديدة، ليرتفع العدد الكلي إلى 87 حالة مصابة هنا في بريطانيا. وزير أو المصادر الصحية تتحدث عن أن نحو 29 حالة تمت الإصابة بفيروس كورونا من الخارج، يعني كانوا قد سافروا إلى بلدان يعتقد أن فيها التفشي لفيروس كورونا، بينما يجري التحقيق أو البحث عن كيفية إصابة آخرين نحو 3 أو 4 أشخاص هنا داخل المملكة المتحدة. كذلك يجري متابعة كل الأشخاص الذين خالطوا هؤلاء المصابين في محاولة لمنع تفشي أكبر لهذا الفيروس. في هذه الأثناء يجري وزير الصحة مات هونغ كونغ هنا في مقر الحكومة اجتماعا بلجنة الطوارئ للوقوف على آخر تطورات وتداعيات تفشي فيروس كورونا، وأيضا فيما يتعلق بالإجراءات الحكومية هنا. نحن نعلم أن كبير موظفي الصحة حذر من إمكانية تفشي كبير لهذا الفيروس بين سكان المملكة المتحدة، لكنه أيضا ذكر أن عملية إغلاق المدن أو المؤسسات أمر غير محتمل. كذلك اليوم أطلقت حملة للتوعية الصحية كبيرة في بريطانيا تدعو إلى غسل اليدين بشكل مستمر، ووزير الصحة مات هونغ كونغ قال أن غسل اليدين بشكل منتظم هو أعظم وأهم شيء يمكن أن يقوم به الفرد في هذه المرحلة لمنع تفشي فيروس كورونا. نعم، عمر شاكر مراسل الغد كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك.